Donc, structure. Donc, électronique. De data. Donc, je connais les électrons se répartissent sur des niveaux d'énergie, c'est un nombre de niveaux d'énergie, ou des couches électroniques, ou des couches électroniques. Oui, Nadé, autour du noyau. Donc, autour du noyau. D'accord. Donc, ces couches, donc, à ce niveau de l'énergie, on les symbolise par des lettres. K, L, M, N. D'accord. Donc, chaque couche a un certain nombre d'électrons. On a un nombre illimité. Toutes les couches ont un nombre d'électrons. Donc, la couche K, deux électrons. La couche L, 8 électrons. La couche M, 18 électrons. D'accord? Ben, donc, ahna programme tiana mach nimchi w menin mel l'hydrogène H1 li ando un électron, hak wala? Hatta le l'argon li huwa 18 électrons. Hak haw. في الليسي في النيفو الليسي نعرفوا نخدموا كاش هذو ماك هاو معناتها البوتاسيوم اللي هو 19 من بعد هذايا ما نعرفوش نخدموا داكور دونك ريجل دو رومبليساج دونك انا لا كوش لا بلي بروش لا بلي بروش دي نوايو هي الكا من بعد الان من بعد الان دونك ريجل دو رومبليساج تقول لنا اون كومونس بار بار كا لي زيلكترون دون لا كوش لا بلي بروش دي نوايو. Donc, une fois cette couche est remplie ou la saturée, on passe à la couche suivante. D'accord? Marie-Marie, tu es bien. Ben, donc, si on t'a dit, 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 ou l'électron en puissance, donc K1. D'accord? من بعد فما لي ليو زاد ايكال ا 2 اش باش يكون ك 2 ومن بعد شحال لو ليثيوم زاد ايكال 3 شكون ك ك قداش ك 3 لا 2 ك 2 اذا كانت عبيت هذه مثل الكترون كوش ال ما نحطوش نتعداش للام داكور من بعد كيف كيف لو بيريليوم زاد ايكال 4 دونك باش يكون L2 طيب باش نقعد نعبي في ال حتى اللي تتعب هكا ولا ايه فهمت باه ومن بعد يمكن نعبي هذه وين باش تروح نمشي لهنا حتى لو نيون زاد ايكال 10 K2 L8 داكور ومن بعد نجيب لهنا عندي الصوديوم زاد ايكال 11 دونك باش نعمل K2 L8 الالكترون الاخر باش حط في M1 كيف كيف من بعد مانيزيوم زائد ايكال 12 K2 L8 M2 اتسيتيرا حتى نوصل مثلا للكلور زائد ايكال 17 اش باش يكون K2 L8 M7 وعندنا الاخراني هذا الارغون Donc l'argon, 18, donc je peux chico, donc K2, L8, M8. D'accord, allez Ben, donc comme ce qu'on appelle, on a plusieurs couches sur l'atome, d'accord, allez, on a l'air de me souci. Donc comme ce qu'on appelle la couche externe, on est la couche externe. La couche externe, on est. هي لاكوش لا بلو لوان دو نوايو اللي كي كونتيان دي سيليكترون معناتها لهنا في هذوما لاكوش اكسترن هي ال داكور لهنا لاكوش اكسترن هي ام بالنسبه لهذا مزوز كوش اكسترن هي كا هي بين كوش انترن واكسترن
D'accord? معناتها في كل اتوم عندي اوبليغاتورمون اون كوش اكسترن اي او موان اون كوش انترن كيما هي بيتا تاع الجول دو برار. هنا عندي اون كوش اكسترن ال، اون كوش انترن هي الكا، هنا عندي اون كوش اكسترن هي الام، ودو كوش انترن هما الكا والال. ريتو دونك لي الكترون دو لا كوش اكسترن يتسموا زاد لي الكترون اكسترن والا لي الكترون دو فالونس. هكا ولا؟ باهي. دونك توا هما تنشوفوا بعد هذوكم اللي ريسبونسابل تاع الفورماسيون دي موليكول ولا دي زيون، هما الكوش اكسترن هي لا بلوز امبورتون. هذاك علاش احنا توا نخدموا على هي. دونك لويس توا كيفاش يعمل الشيما دو لويس دو لاتا؟ سيليباتير نعملوا نقطة ولا شوية عندنا اللي خلينا نفهموا الساعة. شيما دو لويس كومون اللي ريبريزونت لاتا؟ شيما باللي كالخطوط دو لويس. معناتها وقت اللي لويس يكتب السامبول تاع الاتوم شو قصد فيه السامبول هذاك؟ لو سامبول هذاك اش فيه؟ فيه النوايو دو الاتوم اي توت لي كوش انترن، تو لي زيليكترون انترن. شو يقعد له؟ يقعد له كاش لي زيليكترون دو فالونس ولا لي زيليكترون اكسترن ابلاسي اوتور دو سامبول. داكور؟ ما نعرفش نكتبوها هذه باش تفهموها. دونك شو نقول؟ لويس دونك انكلو دون لو سامبول de l'atome, qu'est-ce qu'il va inclure, René? Donc son noyau, et quoi? Et tout? Et tout, les, ces couches externes. Tous les électrons internes. Mm. Voilà toutes les couches internes. D'accord? Bacham, il représente, donc il schématise les électrons externe, oui, autour du symbole de l'atome, autour du symbole de l'atome. Et comment il va il schématiser les électrons? Par des points ou des tirés? Par des points ou des tirés. Tirés. هاي نبداو فازا ناخذ كيك زيكزامبل، نبداو لي زيكزامبل نجمو نعملوهم كل 18 واحد معناتها. دونك اكزامبل نبداو اسهل واحد هو لاتوم ديدروجين. دونك لاتوم ديدروجين هاش ان هاش كوش تكتب كوش الكترونيك هكا. دونك شبيش يكون السامبول دو لويس؟ هاش نقطة هاش بوان بوان اوتور في اي بقعة لهنا لهنا. داكور من بعد مليون هاش او زاد ايكالا دو. Donc K2, hein, ouais. Comment on va le symboliser? H, E ou un tiré? Le tiré, maintenant, deux électrons. Donc, chaque tiré comporte deux électrons. Les électrons appariens, ça m'est romain. D'accord? Donc, les électrons célibataires. Donc, point, un électron célibataire, un tiré, deux électrons appariens. Que deux doubles, un triple, les hommes font mélanger. Oui, mais ça, on est sur les hommes, on est sur l'atome, on est sur l'atome. On est sur l'atome, on est sur l'atome, on est sur les molécules. Et donc, après, quand on a nos molécules, on voit comment on a les molécules, on voit comment on a. Donc, juste, on est sur l'atome, on est sur l'atome, on est sur l'atome. Schéma de Lewis de l'atome. Vous comprenez, on a des molécules, tu vois, là. Oui. Lithium, par exemple. Lithium, Z égale à 3. كيفاش حتى كان ما يطلبهاش منك هذه الكوش الكترونيك السيركيل الكترونيك تكتبها انت باش تعرف كيفاش تعمل في البريون في البريون تعمل اش باش تقول تقول كادو ال ان هكا ولا دونك اش باش تقول تاع الليثيوم باش يسمى الهيدروجين كيما الهيدروجين ال اي او بوان فهمت خاطر عنده ان سول الكترون هاو الالكترون باش تصور هنا هاو داكور بريليوم وقلنا زاد ايكال 4 ولا هو K2 L2 كيفاش باش يكون؟ باش يكون يشبه ل ل ل ل ل تيري ما ناخذوش يعني الكا صحيت ها هي اوز شقلت لك اوز لهنا لويس انكلي دون لو سامبول دو لاتوم سون نوايو اي تو لي زيليكترون انتر معناتها كي يكتب بي او لهنا اش نقصد به بي او نقصد به النوايو دو لاتوم دو بيريليوم اي تو لي زيليكترون انتر هما لي دو زيليكترون تاع كوشكا. Mais ça, c'est les électrons externes, hein, d'accord.
هاي كل هني أو البرنسيب تاع الشيما دو لويس أو كيف كل هني فريتو مثلا شنو ناخذ ناخذ لازوت راه لازوت زد يقال سيت كيفاش نعم كادو ال سانك هاي كيفاش نعم دو دوبلي لا اوفر لاني اوفر لاني ابارتير من الكاتر استعمل باش ما تغلطش تمام 1 2 3 4 5 دونك هذا يطرد دوبلي هذا فما يجي يقول لي نجم يجي واحد يقول لي نعمل عندي 5 الكترون ولا نجم نعملها ما كي هكا وهكا وهكا لا هذه غلط داكور دونك هذه صحيحه هكا فهمنا ابارتير من الكاتب تحطهم كل واحد واحد وانت ماشي مثلا باه تاخذ واحده الاكسجين او 8 8 كيك الاكسجين هو ديك نو فاي او شنو ك2 ال 6 هكا ولا كيفاش باش تعمل تكتب 3 دوبلي واحد لا ماهوش 3 دوبلي واحد قلت لك ابارتير من الاربعه تبدا تحط بالواحد بالواحد 4 5 6 شو اللي عندي عندي 2 دوبلي دوز الكترون سيليباتير رد بالك ماهمش 3 دوبلي غلط راهي 3 دوبلي ها باش نحط لك هنا باش نسطو بالك مثلا هنا كي تعمل هك هك وهك وهك راهي غلط قادر ما نجم نعمل دوبلي لما تكون ساتوري لا ماهيش ساتوري ما تقمرش هكا يعني خذ خذ لي خذ ابارتير من 4 الكترون تحطهم كل واحد واحد فهمتني مثلا الكربون 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 زاد يقال 6 هكا ولا كربون زائد يقال 6 باش يكون ك2 ال4 هكا ولا هاي كيفاش تفهم تعمل 4 هكا 4 داكور ماما اكسيسيون لهنا بالنسبه للكربون نشوفوها من بعد نجم تعمل هكا يا نجم تعمل كربون دوبلي و دو بوان مش اكسيسيون هي راهي في الحقيقه هي هذه اصح اما احنا تحب نخرج شوية على البروغرام مش فهمكم علاش الحكاية هذه ولا ما تحبوش تخرج على البروغرام أخ الكوش كا هي في الحقيقة أبارتير من ال الكوش عندنا دي سو كوش كيما النيفو مثلا تروزيام ايتاج كي تطلع تروزيام ايتاج تلقى فيه هو دو سو ايتاج أما من برا ما تشوفهمش لازم تدخل داخل باش تشوفهم فهمت كذا فهمتك مثلا عندك عمارة هكا مثلا ريتشوسي فيه ايتاج واحد بالحق دوزيام ايتاج انت من برا تشوف دوزيام ايتاج هكا اما كي تطلع باش تلقى فيه دو سوز ايتاج هكا تروزيام ايتاج زاد كيف كيف مثلا انت هكا من برا تشوف ترو ايتاج من داخل تلقى فما تروا سوز ايتاج هكا فهمت الحكايه كذا؟ هنا هكا هنا هذه الكوش كا فيها نيفو واحد الكوش ال في الحقيقه فيها دو سو نيفو الكوش ام فيها في الحقيقه تروا سو نيفو فهمتني دونك هذاك علاش ساعات تلقى ليكسيبسيون بون الكربون تسعة هذه باش نعملوها مع الموليكول سي او هكا نشوفوها من بعد نلقي كل الكربون كيما كي 4 بوا 4 معناتها 4 الكترون سيليباتير فهمتني باهي دونك هذا شيما دو لويس مثلا الكلور راه الكلور 17 باش يكون K2 L8 M7 كيفاش باش تكون شيما دو لويس؟ بال7 نخدمو ولا ال8 وال7؟ اش قلنا عاد؟ الكوش اكسترن الكوش اكسترن معناتها كيفاش نكتب اخزر كيفاش نكتب انا السي ال هكا لهنا نقصد النويو تاع الاتوم دو كلور والديس الكترون هذوما الكل موجودين هذوما الكل في السامبول هذا فهمتك اش قعد لي توا؟ قعدوا لي 7 الكترون ابلاسي نطبق القاعده تاع 4 دونك نبدا 2 3 4 5 6 7 شو اللي فلو لي 3 دوبلي وان الكترون سيليباتير داكور الاخراني تراه لارغون ار اللي هو قداش قلنا 18 ولا 18 دونك كادو 8 ال 8 ام 8 دونك شو باش يكون ار 4 دوبلي ولا ما بعدهم 4 دوبلي لان ما عندك حتى باش تعمل 4 اي وتعاود 4 اخرين الظاهر على 6 1 2 3 4 فهمنا هذا الشيما دو لويس نتاع لي زاتور
on va nous voir le schéma de liste dans les molécules. D'accord. Ben. Tu as une question. Allez, c'est quoi les molécules? Allez, c'est quoi les ions? Donc normalement, ce n'est pas. Vous devez être capable de répondre à cette question. Bal, ce n'est pas qu'on est n'importe quoi. Il faut que, par exemple, qu'il y ait un atome d'hydrogène plus un atome de chlore. Donc on a justement la molécule HCl. Bal, d'accord, allez. Donc ce n'est pas. Chevaux, pourquoi? علاش كي ناخذ مثلا ان اتوم دو صوديوم بلس ان اتوم دو صوديوم مثلا ولا دو سير ما نجمش نعمل لا موليكول ان سير هذه ما تجيش بوركوا اون فوا فوار دونك بارتيجي نتاع البروغرام ما كنا نمشي نجاوب على الاسئله دوك داكور اول حاجه شنو نلاحظ في لي زيليمون اللي شوف ليهم دوك فما تروا زيليمون كي سون ستابل دونك هنا شنو نقولوا بارمي Donc, parmi. Les 18 éléments. Donc, il y a seulement 3 éléments stables. Chkoun, Oma, Lilia. HE, le néon et l'argon. Je m'en fais stable. Je m'en fais stable. Ah, oui. D'atomes non liés, je ne sais pas la forme de molécules, la forme d'ion. Ils n'ont pas besoin donc, d'établir de liaison ou de se transformer en ion. À l'état atomique, ils sont stables. Ce sont les gaz nobles. Donc, appelés, donc, ils sont les gaz nobles. Les gaz nobles. معناتها كيما لي نوبل في التاريخ تاع الانسانيه لي نوبل النوبلاء اللي مترفعين على المجتمع فهمت كيفاه؟ هذوما الطبيعه راهو المجتمع يشهد بعض هذوما مترفعين على العلاقات ما يعملوا حتى علاقه كل اتوم سايب على روحه وحده شيخ على روحه ما حاسه باش يعمل حتى علاقه مع حتى حد ولا حاسه باش يولي ايون ولا حتى شيء فهمت كيفاه؟ ايه شنو اللي باش يصير تويك؟ لي زوتر اتوم هما قداش احنا قلنا 18 ناحي منهم ثلاثة قد يقولوا 15 ولا؟ 15 الآخرين شو يحبوا يعملوا؟ يحبوا يقلدوا هذوما يحبوا يوليوا كيف منهم كيما احنا في الحومة يبدا عندنا واحد غني برشا العباد الكل تحب تقلده تحب تولي كيف فهمت كيفاه؟ مش باش يقلدوا باش يقلدوا أقرب واحد ليه ماهوش مثلا نعرفش أنا في تونس نحب نقلد واحد في الكاف شو مازني ليه؟ نحب نقلد أقرب واحد ليان كيفاش يقلد؟ معناتها يحب يولي ياخذ لا ميم ستركتور الكترونيك كو لو غاز نوبل بلو بروش دو لي فهمتني؟ دونك انا باش نطور هنا دونك لي زوتر اليمون دونك لي زوتر دونك اتوم نقولوا تويك اليمون قرينا اليمون شيميك دونك لي زوتر اليمون شيميك دونك فول كيف هم يحبوا يعان فول دوفونير كومون ستابل اي كيفاش يعمل اون ادوبتون اون ادوبتون يتبناو دونك اون ادوبتون لا ستركتور الكترونيك دو غاز نوبل لو بلو بروش دو غاز Noble. Noble, le plus proche de. Le plus proche de. Mathalan, nerf lithium. Lithium, on a Z égale à 3. Li, Z égale à 3. Je m'en rends compte qu'à 2. L1. On est au Akrab Gaz Noble, Léo. Akrab Gaz Noble. Oui. On a 3 Gaz Noble, là. Donc HE, le Z égale à 2,
هذا z égal à 10 وهذا z égal à 18 HE HE صحيح دونك HE دونك هذا باش يولي باش يولي كيما ال HE شو اسمه يعني يلزمو دونك ال HE هو K2 هكا ولا هاي هذا باش يولي K2 شو اسمه يعني اسمه يخسر الالكترون هذا يتخلص منه دونك هذا دونك شفت علاش يتكون ليون ال اي بلس او فهمنا علاش لي دونك هذا تو باش يولي ال اي بلس هذه تبقى تروح ردو باك خاطر نوم دو بروتون ما تبدلش شو يولي السامبول تاعها ك دو هاو كريتو انت معناتها هذا ال اي بلس يولي ستابل كاينو هيليوم واش ما دو لويس نتاع هذا شنو نكتب نكتبو ال اي دوبلي تحط شارج بلس لهنا لا لا دوبلي برك عنده ان دوبلي كيف كيما اللي اليوم ولا اما شارجي بوزيتيفمون فهمت علاش شارجي بوزيتيفمون ولا ما فهمتش مسيو علاش تو هذا الاي 3 اش معناتها معناتها في الوايوم تاعو قداش عنده من بروتون عنده 3 بروتون 1 2 3 واش كانوا عنده كانوا عنده 3 الكترون هكا ولا دونك دي الكترون على الكوش كا هذه كوش كا وان الكترون على الكوش ال هكا ولا كي نحينا له الالكترون هذا ولا الي بلس فكينا هو 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 تخلص منه قلت هو ما حاسوش به بوزيتيف تعمل كي تعمل البيلون تو شوال بلس 3 موان 2 ايجال بلس 1 هاكا بلس معناتها هنا ولا سيرجي بوزيتيف مون فهمتها ولا؟ معناتها ان ايون شارجي بوزيتيف مون هو سا ريزولت دون بيرت ديليكترون هذا قلنا اللي في النوايو ما يتحركوش مثلا ناخذ سي ال به هاي ناخذ سي ال دونك سي ال 17 دونك ك2 ال 8 ام 7 انا اقرب غاز نوبل بروش دو دو كلار ها هما اللي تروا غاز نوبل هيك لارغون لارغون 18 دونك الكلور باش يولي عنده نفس ستركتور تاع لارغون شو اسمه يعمل يزيد واحد يزمو يدبر الالكترون باش تولي ام 8 كيما الاخر شارجي نيجاتيفمون باش يولي سي ال موا صحيح دونك هذا باش يولي سي ال موا وهذه ديما تبقى دي سي تحطوا بالكم دونك يولي كا 2 هاك شو عنده نفس الستركتور الالكترونيك كو كوا كو لارغون هاك ام 8 ولا ريتو سامبول شيما دو لويس تكتب سي ال 4 دوبلي ما تنساش شيني موا شارجي نيجاتيفمون هذا سي تانيون داكور Donc, etc. Donc, tous les ions simples se forment sur ce principe. Donc, avec Alèche, maintenant, le lithium, il y a un Li plus, le chlore, il y a un Cl moins, sodium, kif, sodium 11, d'accord. Ma structure électronique, donc, je vais faire comme donc, on dit sodium, Na, 11. Je n'ai pas de structure, au K2, L2. M1 انا اقرب غاز نوبل في البروش دو لوي لا ها نيتروجين لا نيون 10 هو 11 هكا ولا داي دونك شي عمل دونك يربح مش يربح ان الاكسبور يخسر الاكسبور يتخلص منه يتخلص منه ولا داكور دونك شي ولي الصوديوم ما يعطيني كاش الان بلس زد اوكي كا 2 ال 8 بلس دونك 11 لهنا تولي كا 2 ال 8 شيما دو لويس دو سيتيون دونك اون اكري ان ا 4 دوبلي هاكا ريت عنده وعنده اون شارج بوزيتيف داكور فهمتوا تو ليزيون كيفاش يتكونوا؟ ايه وسيرتو علاش يتكونوا؟ علاش يتكونوا ليزيون مونو اتوميك؟ pour avoir la structure électronique du gaz noble le plus proche d'eux. D'accord? Donc, il y a la formation des ions simples. Donc, attends, je me trouve les champs ions qu'il peut former. D'accord? On a l'hydrogène, c'est un cas particulier. L'hydrogène, H1. K1, الهيدروجين في وضعية ينجم يربح الكترون في وضعية أخرى ينجم يخسر الكترون زر يولي كا زيرو ما يشبه الحد دونك الهيدروجين سي ان كا بارتيكولي دونك في وضعية يولي هاش موان
شبيش يودي K2 0 كيما شكون كيما لي اليوم دونك هاش دوبلي وموا وفي وضعية أخرى دونك هاش بلس ولي K0 K0 دونك كيفاش يصور لويس كيفاش يصور K0 دونك يعمل هاش وكوش كاري ميتيز دوز إلكترون دونك يحط البلس صحيح ويحط هنا أن تريونجل أن ريكتونجل بيد معناتها هذيك راهي كوش كا فارغة دونك شوفوا هذه خاطر باش تستعملوها من بعد انا قلت لكم عليها تو دونك الكوش كا ميتيز دوز الكترون نصورها بريكتونج هكا مستطيل فارغ داكور باه دونك قلنا الهيدروجين عنده دو سيتياسيون بون في الاغلب هو يكون هكا ما ينجم يعمل هكا تو نشوفوا وقتاش يعمل هذه وقتاش يعمل هذه داكور باه هاي تويكا باش نجيو وضعية اخرى فورماسيون دو موليكول لينا مش فهمت الجملة هاي دونك فهمت البرانسيب علاش يتكونوا لي زيون ولا دونك علاش يتكونوا ترا شكون تقول لي علاش يتكونوا لي زيون احنا والغاز نوضح يعني ايه الغايه علاش الاتوم يتحول ليون شنو هي غايته شنو يحب باش يولي عنده لا ميم ستركتور الكترونيك ستركتور غاز بروش دو لي باش يولي ستابل نذكر واحد في حكومتكم مغني برشا ناس قلت عن فيه تقول لي كيف فهمت كيف هذيك غايتهم اي فهمت داكور نفس الشيء دونك فما وضعيه مثلا باش ناخذ الكربون هذيك نعدي الباج الاخرى فورماسيون دو موليكول دونك فورماسيون دو موليكول باش نطلقوا من ليكزومبل تاع الكربون كربون الزاد نتاعو قداش 6 ولا معناتها كادو ال 4 كيفاش صورناه حسب لويس صورنا هكا وهكا 4 بوان باش يولي ستاب شنو يزمو يعمل الكربون يربح دوز الكترون قداش يربح 5 الكترون لا 4 10 مشان زايد 10 هذه ما باش تولي اي نقص هكا ولا اي وكيجي واحد اخر يقول لي يخسر الاربع ضوم يولي كيما اللي اليوم عنده دو ممكن زاد هكا ولا نجبر دا اي نجبر الدواء نقعد انا في خديت الكربون بالعاني سيتياسيون بارتيكولير انا قد كان طاح الكربون جا في الوسط عنده الكوش هذه نتاعو فيها شطر معناتها ريد معناتها اربعه معناتها ناقصين وكاتر دوبلي فهمت كيفاه ما عنده حتى دوبلي شنو باش يولي يعمل هنا ما يساعدوش ابزر زيدوه 4 بوان ابزر برشا باش يقول يلوج 4 الكترون باش يربح هكا ولا هكا ولا يخسر 2 الكترون لا لا يا يربح اربعه يا يخسر اربعه يخسر يا ما يعبي الكوش هذه الكل تولي ال 8 ولا يفرخها كل تولي هذه كادو تولي هذه الاخرى دي بالنسبة لي زوز حلول صعب ما يساعدوش الكربون ما يوليش ايون داكور ايه شنو باش يعمل المال باش يعمل حل واحد اخر باش يدخل شركة باش يعمل شركة باش يعمل شركة باش يلوج دوتر باش يلوج دوتر اتوم اللي هما عندهم مصلحة زاد باش يدبروا الالكترون مثلا ناخذ اسهل اتوم الهيدروجين دونك عندي الهيدروجين شنو هكا ما هو هكا ولا؟ شنو ناقصوا؟ ناقصوا الكترون ولا؟ 4 هيدروجين هذا ناقصوا الكترون ولا؟ ينجم يعمل هاو ينجم يحطوا شركه اللي الكترون تاعها ومن بعد يجي ان اوتر اتوم هيدروجين لهنا يعمل اون ليزون يجي ان اوتر اتوم هيدروجين لهنا يعمل اون ليزون يجي ان اوتر اتوم هيدروجين لهنا يعمل اون ليزون شفت دونك هذا عمل شركة مع 4 اتوم هيدروجين دونك الليزون هذه هي شركة بالضبط شركة عبارة فما شركة فما زوج من الناس عندهم شريك بروجي عنده لو ميم بروجي تاع شركة بروجي هذاك هو 100,000 دينار مثلا 100,000 دينار هما كل واحد عنده 50,000 هكا باش يعملوا يحطوا 50,000 يتشاركوا ب 50,000 فورميلو كابيتال هكا ولا فينالمون 100,000 هذوما ابارتيان اكي كيما هنا بالضبط دونك الفلوس هنا نتاعهم هو الزيليكترون
Donc, d'accord. Vas-y, tu te sens une association dans le domaine du commerce, ça, quoi, allez. Une chimie, dit, ça met une liaison covalente. Ah, ma d'accord. Ah, ben, c'est un bon monsieur qui fait. L'arde, FM ça, c'est une liaison covalente. Ben. Chant tarif, attends. C'est la mise en commun de deux électrons par deux atomes pour établir une liaison chimique. D'accord? Donc, on va la symboliser par un tiré. Donc, c'est tout ce que nous avons fait. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Tout le tiré, il y a deux électrons. Voilà. C'est la molécule CH4. Quand je vois autour de l'atome de carbone, on a fait un doublé. 4 fois 2, 8. Tu as vu ça? Oui, je suis en train de faire 8. عم تلقى حسابه ريتو ولا الهيدروجين قداش عندهم من الكترون دونك شويه دي دوبل كل واحد عنده دو هكا ولا دو ولا عنده كيما الليليو الكوش نتاعو الاخرانيه اللي كانت فيها اي تشيكو في دو داكور معناتها لهنا هذا من الكل ولا ستار كل واحد لقى حسابه الهيدروجين حاجته بليزون واحده خاطر حاجته بانسول الكترون كان تذكر هاو الهيدروجين عملناه وين هاو الهيدروجين حاجته بانسول الكترون باش يولي كادو كيما الليليو D'accord. Maintenant, on va faire la liaison. L'électron, tu es au voilà comment se font les molécules. C'est le principe. Ah, et toi, quand on fait tout en les molécules de H2O. Donc, la molécule de H2O. Donc, je vais un article. Un article de H1, c'est la structure de H1. Ou O8, c'est la structure de H1. On a rien, donc, tu as une combinaison de H1. Ah, et toi, fils. Hein? Allez, quelques minutes. Hein? Donc vous allez me schématiser donc la molécule de l'eau H2O. Donc انا عرفت نعملها ما عرفت ما عرفتش كيفاش نرسمها اي تصمم ما عرفتش خب صلح المصلح الدوار بصلح الورقه رسمتها ولا فهمتني ولا عرفت النوسيون كيفاش ما المنظر نتاعها كيفاش تموجي لي هاي تنعملها مع بعض دونك المهم البرانسيب هنا اش باش تقول دونك هذه ديما في البريون البريون حتى ما تخافش منك هذه تعملها في البريون تكتب ساعه بتاع ستريكتور الكترونيك وشيما دو لويس هاش ان هكا وليش باش تكون ك2 ال 6 دو دوبلي دو دوبلي ودو الكترون سيليباتير وانت قداش حاشك حاشك دوز اتوم ديدروجين دونك شنو نعمل نحط الاتوم دوكسيجين لهنا هاي هذه الاتوم هكا ومن هنا نحط بحذاها اتوم ديدروجين ومن هنا نحط بحذاها اتوم ديدروجين وها هما لي دوريزون الشركه نتاعك هذه في البريون دونك امل بالمعوج لا 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 شي لوي هذيك نعرف لا هذا لويس ما نوتي با كون دو لا جيومتري دو لا موليكول داكور دونك هاك هاي اللي عمل لكم هاك البروف هاك لا لا انا عملتها هكاك هي في الحقيقه هكاك كودي لا مونيكول الي كودي فما اونجل هنا اما لويس في الشيما نتاعو انه تيان با كونت دو لا جيومتري ريال دو لا مونيكول دونك حط هكا وكا كيسك اللي شيماتيز شيماتيز تو لي دوبلي هكا ويزم اون دوا فيريفي لا ريغل دو لوكتي اش معناتها لوكتي في الانفورماتيك هو 8 هكا ولا اي لوكتي 8 8 اش معناتها يزم اوتور دو شاك اتوم عندك 8 الكترون معناتها 4 دوبلي اه Sauf pour l'hydrogène, on dit un seul doublé, 2
الهيدروجين يشير كم بالكترون بارك الهيدروجين عنده ان دوبلي ان دوبلي والاكسجين عنده 4 1 2 3 4 هذيك لا ريغل دو لوكتي لا ريغل دو دوي فهمتها دونك لهنا اخذ اون بو ديستينغي دو تيب دو دوبلي اما لي دوبلي اللي اونتر لي زاتوم هذو مازوت ما باش نعاودهم نعاودهم بالكولور باش تفهم دونك هذه هاش هذه او هذه هاش دونك شنو نعمل دو دوبلي هذوما باش نعملهم بالاحمر ودو دوبلي الاخرين باش نعملهم بالازرق دونك لي دوبلي اللي بالاحمر اش بيهم يتسميو لي دوبلي ليون اللي بالاحمر هما دوبلي ليون وين تلقاهم؟ تلقاهم ديما اونتر دو زاتور. دي دوبلي زرق هما دوبلي نون ليون. وتلقاهم اوتور دان سولاتور. داكور؟ اه. دونك زرق دوبلي نون ليون. دوبلي نون ليون. واش كيفاش نعرفهم في الدفار يعني؟ هاوكا كي تصور كي ترسم الموليكيول تفيق بهم. اه باهي. ما نجمش تعرف ليون مربوطين ولا ليون اوكي دوبلي ليون اوكي ليون اش معناتها معناتها ايبون لي لي دوبلي لي كوا دونك قام اونتر دو زاتون نو ليون ماهوش مربوط دونك قام اوتور دان سولاتون هاي تو نعمل موليكيول اخرى ترى هاي باش نعطيك من الموليكيول دونك لا موليكيول دامونياك ان هاش 3 بالطبيعه يلزمني ديما نعطيكم دونك هاش 1 هاش ايكال 1 وهذايا 7 هاي ترى في 9 وتقولوا لي قداش من دوبلي ليون قداش من دوبلي نون ليون ثلاثة ليون وواحدة لا هاي الواحدة لا وين باش تلقاه اوتور دو كي ولا دو كوا الان فوق ايوا هنا على خاطر اش عندك هذه حسب شيما دو لويس باش تكون هكا هكا ولا وهذه باش تكون اش عندي هكا قد عندي 5 الكترون في الكوشكا هكا ولا نعم دونك كل واحده نجيب عندي 3 اتوم دي هيدروجين معناتها لهنا نعمل هكا ان في الوسط وحدهاش وحدهاش وحده كل بوان نحط هكا هاش هنا عندي هاش 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 هاك هوب قال عندي 3 دوبلي ليون اي ان دوبلي نون ليون داكور هاي ترى في سام نبداو بالساهلين هاي سي دو هاش 6 دونك الكربون مو قلنا عاد قداش الكربون هو 6 سي دو هاش 6 رحمك الله قول اللي عطس C2H6H. Ouais. Monsieur, il y a le carbone, qu'est-ce que je fais? Ah, 6. 6, le couche l'écranier, il fait 4.